انطلقنا في رحلة الاكتشاف جبال جير التي تبعد عن مدينة أكادير بما يفوق 250 كيلومتر، وتقع في الجنوب الشرقي لمدينة قلميم، ولا تفصلها عنها سوى 60 كيلومترا تقريبا. وبين جبال جير الشامخة توجد قرية أفركت التي يتواجد بها مقر الجماعة ويتواجد بها موطن قبيلة تياسين، قرية هادئة وأجواء ربيعية جميلة وهواء نقي وراحة لا يمكن مقاومتها. مع مطلع كل يوم جديد ترسل الشمس أشعتها الذهبية لتملأ المكان دفئا في صمت رهيب لا يقطع سوى بعض أصوات العصافير. طائر القبرة الملقب بأم قطيطية في المنطقة يرسل بين الفينة والأخرى صيحات وتغريدات فرحا بإشراقة يوم جديد. وتزداد الأجواء جمالا عندما تصل إلى الأذن أصوات ناي حزين يتبادل مع الطبيعة نغمات الجمال والروعة.
وعندما يحل الضباب تظهر جبال جير شامخة في الفضاء تعانق قطرات الندى، ويخيل إليك كأن الأرض التقت بالسماء. وتزداد الصورة رونقا وجمالا حينما يحضر فيها كأس الشاي الصحراوي الذي تتميز به المنطقة. ويعجز اللسان عن وصف ما تشاهده العين من جمال رباني يميز جبال جير، حيث يؤدي الضباب والرياح رقصة طبيعية يسقيان من خلالها ثمار الصبار التي تنتشر على كل جنبات الجبال، وتتخذ ثمارها ألوانا وأشكال تسر عين الناظرين. ومرة أخرى تعود الشمس بأشعتها الذهبية معلنة عن انقضاء النهار وفاسحة المجال لليل كي ينشر ظلامه الدامس. يحل المساء وتخرج الكائنات الليلية بحثا عن الطعام. في التاريخ صادفنا قنفذا بريا فكان نصيبه هاته الصور. هي إذن جنة فوق الجبال يسقيها الضباب بقطراته، ويقف شامخا فيها الصبار يغذي بثمراته العصافير التي تغرد في السماء، ويرسم لنا لوحة من الطبيعة لن ترسمها يد فنان، فسبحان الخالق الرحمن.